هذاك السي اخ نصر انا نصحته قلت له يمشي في حاله ولدار هما بغاش يسمع. قلت له يمشي هذاك ولد الناس ما عندي ما نقول. لا ولد الناس ظريف مؤدب كل شيء اللي فيه، ولكن ما عندوش الجبارية ديال السياسه. منين غيجيه هذاك؟ هذاك هذاك جا هذاك هذاك جابوا الفلوس يسير ديك الحزب بحال شي شركه ولا شي حاجه ويدير شويه ديال الاشهار تيقول لا بريكول. داكشي غير البريكول، يبريكولي شويه باش يدوز الوقت. ممكن، ولكن السياسه راه خصك توقف فوجه الى كضطر الامر توقف وجه الناس، توقف وجه التيار، توقف وجه لا ساهل شنو داز على خوكم. هي السياسة. أنت جيتي من يعني الحمد لله ربي الله يرحم الوالد ديالك وما كان سمعوا لي غير الخير فهمتني ولا لا، وخلى لك واحد البركة وتيسرت لك الأمور بشكل أو بآخر وكذا إلى آخره، وجاي باغي تكون رئيس حكومة. خص يكون عندك تكون سياسي حقيقي جاي من السياسة، يعني ديك ليتي الضربات عرفتي. وانا فوقاش بداو هاد الضربات على خوكم من 72 ها هو سبحان الله، وما كون ها اللي سي الليمون ها هو قدامنا، كون ندخلكم دابا تشوفوا فين دازت اول محاكمه ديالي بناء على الاشاعات. ومن ذاك الوقت اخوكم في تماره. ايوا كيفاش هادشي؟ وهذوك الناس اللي تسبوا في داك الشيء لا كانوا فيهم الانصاف يخرج شي واحد فيهم دابا يقول الحقيقه. ولكن مع المده هذه ضربه، هذه جات فيك، هذه فين تو، هذا حبس، هذا ما نعرف شنو، هذا كيعطيك الله سبحانه وتعالى. كتلقى زعماء سياسيين تيقدوا يواجهوا البلاد، يعني في نفس الوقت كيحاولوا يقللوا من الفساد، في نفس الوقت كيحاولوا يواجهوا الاستبداد، في نفس الوقت ما انت شنو غدير؟ نسيتي شنو وقع لك غير في المقاطعه؟ اللي دار لك المقاطعه واللي دار لك داك الشيء في لحظه واحده يكركبك بحال فهمتيني ولا؟ انا كنتكلم مع المغاربه بالصدق وبالنصح جهد المستطاع، هادشي اللي كنفهم.